سليتي ماخذ كورته في وسط الميدان، ترجع لدفاع المنتخب البولندي. دائما مشاهدينا الكرام على قناه الوطنيه الاولى تتابعون مباراه الوديه الثالثه، هي الختاميه في التحضيرات بالنسبه للمنتخب التونسي بعد زوز انتصارات ضد العراق هدفين مقابل صفر، ضد كرواتيا وصيف بطل العالم هدفين مقابل هدف. ودي مرة هذه في الشبكه، هذه في الشبكه، هذه في الشبكه باغت.